ونروح بقى للنادي الاهلي في الموسم اللي فات. احنا شفنا موسم كان بقالنا كتير ما شفناش فرقه الباسكت بالشكل ده، خدنا دوري السوبر كان بقالنا فتره كبيره ما خدناهوش، الحمد لله عملنا كمان كل البطولات بشكل جيد جدا وخدنا معظمها، ربنا كرمنا جدا 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 الموسم اللي فات ده، وشفنا اداره كره السله على اعلى مستوى في الموسم ده كابتن الحقيقه هاني. عايز اعرف تعليقك، وعايز اعرف كمان موسم في وجود اجوستي، يعني اللعيبه دي موجوده من قبل كده، الاداره كانت مساهمه بجزء كبير، المديرين الفنيين اللي فاتوا كانوا مساهمين بجزء كبير، لكن انت بقى التوليفه اللي حصلت في الموسم اللي فات اللي خلت الوضع اللي احنا فيه ده كويس دلوقتي. طبعا يعني هو موسم استثنائي بكل المقاييس. بشكر اللعيبه طبعا رجاله، وعملوا موسم يمكن من احد احلام حياه الواحد ان يبقى فيه موسم يقدر يحققه بالمنظر ده. يمكن الحمد لله ربنا ما اردش ان الواحد يحققه وهو لعيب، لكن الحمد لله قدر يتحقق وهو في الجهاز، ودي حاجه تحسب للاعبين. طبعا كوتش اوجوست يمكن قعدنا نتكلم عليه كتير مش هنوفي حقه، لان الصراحه الراجل شغال، يمكن الواحد شاف حاجات جديده زي ما قلت قبل كده، وحاجات استثنائيه معاه، وحاجات يمكن ما كانش بيفكر فيها خالص. هو دايما مركز في التفاصيل سواء جوه الملعب او بره الملعب، يمكن ما بيفوتوش حاجه زي ما بقول، دايما يحسب له ان هو طبعا بيلعب بالناشئين وبيستعين الناشئين. احنا النهارده عندنا ناشئين عندها 17 سنه بتلعب جوه الملعب وبتلعب اساسي، ودي حاجه طبعا تحسب. وهو طبعا من يعني عمل توليفه طبعا، يمكن زي ما انت كنت بتقول كان في لعيبه موجوده قبل كده، وطبعا يحسب للمدربين السابقين اللي قبل كده طبعا على راسهم ان هم تعبوا وجابوا. المجلس الاداره دايما صراحه ما بيأخرلوش اي حاجه، يمكن اي حاجه بيطلبها هو هي موجوده، والحمد لله رب العالمين معاه جهاز كويس ومعاه لعيبه رجاله، وقدروا يعملوا موسم ان شاء الله بنتمنى يتكرر باذن الله رب العالمين. ان شاء الله نستمر في اللي احنا فيه ده كابتن، يعني كره السله من ان شاء الحاجات الله المفرحه باذن جدا الله. لجمهور النادي الاهلي.